إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو المراهقة في مفهوم طب الأسرة. طبعا المنظور الوبائي للمراهقين في إقليم مثلا الشرق المتوسط يتميز التوزع العمري في الإقليم بارتفاع معدلات الأعمار الصغيرة، حيث يشكل 60% من السكان من هم دون 25 سنة و 50% من السكان منهم دون 20 سنة، حيث كان عدد المراهقين عام 1975 بالإقليم تقريبا 57.5 مليون مراهق، وأصبح عام 2000 حوالي 120 مليون مراهق. هذا بداية بسيطة في المنظور الوبائي للمراهقين في إقليم الشرق المتوسط. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.